وصلوا منذ 3 أيام عملية إنقاذ الشاب محجوب عياش صاحب 26 سنة بمنطقة أم شمل الواقعة ببلدية الحوامد جنوب ولاية المسيلة بعد سقوطه في بئر ارتوازية. وقد قام عناصر الحماية المدنية بقص جزء من أنبوب البئر ليبقى حوالي 4 أمتار فقط قبل الوصول إلى المكان الذي وقع فيه الشاب عياش. هذا وتتخوف فرقة الإنقاذ التابعة الحماية المدنية من انجراف التربة في المنطقة والذي قد يفسد عملية الحفر، بالإضافة للظروف الجوية التي قد تصعب من مأمورية فريق البحث. تلفزيون النهار رصد مشاهد عملية الإنقاذ، نتابع. اشتركوا في القناة.